بسم الله. اللي درسناه هنتكلم فيه عن التحديد. يعني ايه التحديد؟ يعني اختيار ايه؟ اختيار الخلايا، اختيار العمود، اختيار الصفوف، اختيار اي ايه حاجة في الاكسل. اوكي، نعم. ايه اهمية التحديد؟ يعني ليه الدرس ده مهم؟ يعني التحديد مهم جدا، بيوفر وقت كبير جدا وبيزود الانتاج، وبرضه من اهم الاشياء ان بيعمل تماثل عالي. خلينا نشرحها في مثال. نعم، فرضا هنقول مثلا عدد بسيط، نقول 10 خلايا، اللي هي الخلية من A1 لحد A10. قالوا لي غير لون الخلفية، ماشي الحال، ليه اللون الاصفر؟ نعم، فقلت خلاص على الخطة بتاعتي في الشغل ان انا اجي على A1 واجي اقول له ادي ايه، خليها باللون الاصفر، وادي تاني واحد واقول له باللون الاصفر، تالت واحد اصفر، رابع واحد، وهكذا. خلاص، هتلاقي نفسك في الاخر بعد ما خلصت العشر خلايا عملت كام عملية؟ هتلاقي نفسك عملت ايه؟ عملت 20 عملية. العملية الاولى خلاص، عملية اختيار الخلية. العملية التانية عملية الايه، تطبيق التغيير على الخلية ان انا اغير لون التعبئة، ماشي الحال. عملتها كام؟ عملت 2. خلاص، عملت 2 مرة. خلاص، 2 مرتين ضرب ايه؟ ضرب 10 مرات، يعني بتساوت ايه؟ 2 في 10، 20 مرة. فقال لك ليه تضيع وقتك؟ طب ما انت ممكن تختار ال10 خلايا، اخترتهم هو، وتروح عامل لون التعبئة. عملت كم خطوة؟ عملت بس خطوتين. يبقى اذا من خطوتين ل20 خطوة ده شيء ممتاز، فرق كبير، 90% وفرت وقت. عارفين لو عملت الكلام ده على 100 خلية معناه وفرت 99% من الوقت، لان 100 خلية معناها هتعمل 200 عملية، ولكن لو اخترت وطبقت معناها 2 عمليتين معناها 99% توفير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انتاجية، انتجت، قعدت تشوف انت قعدت قد ايه في الوقت الاولاني، عملت 200 عملية، اكيد هتاخد وقت، غير لما تعمل 2 عمليتين بس بتاخد وقت اقل بكتير، فبالشكل ده انتجت اكتر لان الوقت عندك بقى ازيد. طيب، وقال لك الدقة في التماثل. شايفين انا عملت دول العشرة، دول عملتهم فيهم واحدة مش مظبوطة قوي. ليه؟ وانا في الوسط عمال اخترت، فبدل ما اختار دي اخترت دي، ودي واردة خصوصا لما تكون عدد كبير. نعم، لكن بالشكل ده ان انا اختار العشرة واطبق عليهم حاجة واحدة معناها ايه؟ 100% تماثل بين الخلايا اللي انا اخترتها وطبقت عليها مرة واحدة. يبقى اذا سرعة وانتاجية ودقة في التماثل، ماشي الحال؟ ماشي الحال. طيب، ازاي نختار بقى؟ تختار خلية بس؟ نعم، روح بالماوس واضغط على الخلية اللي انت عايز تختارها. انا كده اخترت E4. نعم، ولا عايز تختار خلايا جنب بعضيها؟ نعم، يعني لو عايز تختار من B6 او من B5 لحد C16 زي ما انا اخترت، اختار ازاي؟ تعال على اول واحدة بالماوس وشوفوا اول واحدة، وامشي اهو، وافضل دايس بالماوس الشمال لحد ما توصل لاخر خلية انت عايزها، واترك. انت كده اخترت من B5 لC16. نعم، لو عايزين نتفزلك ونلاقي طريقة تانية نختار فيها، نعم، بتيجي هنا على مربع العنوان وتكتب B5 الى، يبقى يختار من B5 الى C16. تروح عامل نقطتين دي علامة الى، وتقول له لC16، وتعمل انتر، هيختار لك الايه، من B5 لC16. ماشي الحال؟ ماشي الحال. طيب، وعايز اختار بقى خلايا بس متباعدة عن بعض، يعني لو جينا ادي تحديد اكتر من خلية متباعدة، ببساطة اختار الخلية الاولانية واضغط على كنترول على الكيبورد واختار التانية والتالتة والرابعة والخامسة. تعالوا نشوف ازاي. هنشوف ادي، هوريكم علامة الكيبورد، ولو انا اخترت الاولانية اضغط على كنترول، اضغط على كنترول وادوس على التانية والتالتة والرابعة والخامسة. خلاص، فانا كده اخترت ايه؟ على خلايا متباعده. دلوقتي بس للتاكيد، لو قلت لها اديني اللون تاني، تعبئه اخترت لي وعملت وطبقت على كل الخلايا اللي انا ايه مختارها. ماشي الحال؟ ماشي الحال. تعالوا، ادي هو، تعالوا نغلق الكيبورد ونشوف هنعمل ايه بعديها. لو عايزين نختار عمود،
العمود ببساطة أو الصف ببساطة، كل عمود وكل صف له راس. إذا ضغطت على راس العمود أو راس الصف معناه اخترت الإيه، العمود أو الصف. يعني الصف ده راسه إيه اللي هو ده، شايفين اللي هو ده أكنها خلية اسمها إيه، اضغط عليها بتختار كل الإيه، كل الإيه، كل العمود. شايفين اخترنا كل العمود هو، لو كان ادي هو زي ما هنشوفه الادي هو، خلاص انا واختار كل العمود زي ما انتم شايفين. والصف نفس الشيء، الصف الخامس اضغط عليه هتختار كل الايه، كل الصف. طب لو عايز اختار بقى اعمده جنب بعضيها نفس الطريقه، اضغط بالماوس وامشي، وافضل ضغط بالماوس وامشي، تاخد الاعمده اللي انت عايزها. او نفس الشيء تعالى الصف واختار الصفوف اللي انت عايزها، افضل ماوس ما تسيبش الماوس الايسر الا ايه، الا لما تقول خلصت الاختيار. نعم نعم طب لو عايز تختار بقى تتفزلك وتختار شويه اعمده وشويه صفوف بنفس الطريقه اللي فاتت ومتباعده، اضغط على الكيبورد اللي هو الكنترول. يعني دلوقتي انا هختار البي واضغط على الكنترول، عايز اعمل البتاع ده زي الكروهات كده، اضغط على كنترول واختار الدي والاف والاتش، ده متباعد اهو. اكتر من كده كمان اختار دي كمان اخليها كروهات، ادي هي وادي 4 وادي 6 وادي هيك بهذا الشكل. شايفين؟ يبقى لما نعوز نختار الاشياء المتباعده حتى لو كان صف او عمود بنعمل ايه، بنختارها بهذا الشكل، ان احنا ندوس على كنترول ويتم الاختيار سواء صف سواء عمود سواء متجاور سواء متباعد مهما كان. ماشي الحال؟ يلا تعالوا نشوف ايه تاني. بعد ده ما خلصناه في حاجات الـ خارج المنهج شويه ولكنها مهم. في بعض الاحيان انا بعمل ايه، بعمل مثلا ده هنقول شهر 1 شهر 2 شهر 3، وبين ودي بتبقى زي شكلها زي المناطق كده، دي منطقه من المناطق اهي شايفينها، دي منطقه ودي منطقه جنبيها ومنطقه جنبيها، مناطق متفرقه عن بعضها في مكان فاضي بينهم، فدي منطقه ودي منطقه اخرى. لو عايز تختار منطقه هتعمل ايه؟ قال لك ببساطه تعالى ادي، تعالى اضغط على الماوس الشمال وامسك امسك لحد اخر خليه وسيبها. يا سلام، طب انت عملت ايه؟ طب ما دي عاديه يعني، ما جتش بجديد. هل في طريقه جديده، حاجه بسيطه كده اختصار ان انا اختار دي المنطقه؟ قال لك على فكره الاكسل فعلا ذكي جدا، بيقدر يحدد المنطقه ويختارها. طب ازاي الطريقه؟ قال لك روح لي الكيبورد بتاعتك واضغط وانت جوه المنطقه اللي انت عايز تاخدها، شايفين المنطقه هي لان حواليها فاضي، اضغط على كنترول واضغط على علامه النجمه، هتلاقيه بيختار لك المنطقه اللي انت فيها. لو انت في منطقه تانية اضغط على كنترول وعلامه النجمه، عارفين علامه النجمه اللي هي الشيفت مع التمانية، شيفت كمان ادي شيفت مع التمانية هيجيب لك زي ما انتم شايفين نجمه، او اللي موجوده على الكيباد. ماشي الحال؟ بالشكل ده تقريبا خلصنا جميع الاختيارات. عايز تختار هتختار بايه؟ عن طريق خليه واحده، عن طريق الماوس، او عن طريق لوحه المفاتيح، متجاور او متباعد، صفوف متجاوره متباعده، اعمده متجاوره متباعده، اعمده وصفوف مع بعض، واختتمناها في الاخر باختيار المناطق. والحمد لله رب العالمين.